أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه لاتفاق المجلس العسكري وبعض كتل قوى الحرية والتغيير الموقع اليوم الأربعاء، ووصفه بالمنقوص والمعيب، وقال إنه يعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني. وقال بيان للمكتب السياسي إن الاتفاق يتعارض مع قرار الاتحاد الإفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وانحرف إلى تقاسم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضا مع قرار الاتحاد الإفريقي رقم 854 في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد. وأضاف المكتب أن الاتفاق أغفل ما يتعلق بتفكيك النظام السابق ومحاربة رموزه الفاسدة واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات. وأعلن الحزب مواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال.